Isso. Ah, não, não, não. É o apito bosta. هلا اخوان شلونكم؟ هذا بث مباشر من الملعب. الدقيقة الدقيقة 89 مباراة المانيا والبرازيل. اجواء رائعة جدا بالمباراة. هجمة للبرازيل دقيقة 91 هذا جول جول تسلل تسلل هذا يجي جول بس تسلل والله البرازيل قوية البرازيل ضاغطة بس هسه هجم الألمانية اي 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 البرازيل انتقمت من خسارتها 7-1 هسه اختم باسي 72 ألف متفرج حاضرين المباراة الله يعافيك حبيبتي المانيا بس الحارس طلعها المانيا خسرت يلا مو مشكله اهم شيء الحضور ولو انا اشجع ايطاليا بس اسوي من عاشر القوم لايف لايف فيسبوك دول قاعدين يمي بش اسمه بالملعب برازيليين يشجعون المانيا والبرازيل والله المانيا ضاغطة بس انتهت المباراة انتهت المباراة بفوز البرازيل 1-0 يلا مبروك للسامبا يلا ان شاء الله عالجايات ايطاليا عالجايات مو مشكلة الله كريم يلا حبايب انتهت المباراة نشوفكم على خير بس حبيت اشوفكم هذا المنظر الحلو ملعب ملعب رائع جدا ملعب برلين الدولي ملعب برلين الاولمبي جيت انا صديقي ذاك استهب طلعني يلا اخليكم بالاجواء شويه قبل ما اطلع I'm not afraid of the dark.
هذول مشجعات برازيليات فرحانين. مع السلامة، نشوفكم على خير.